طالب مخلد زهير حسون، قسم هندسة اتصالات فرع اللاسلكي مرحلة رابعة، مشروع تخرجنا اتصل على بعد 3 كيلومتر. عندنا هنا هذا الريسيفر جاي يستلم بالاسم مخلد زهير حسون. هنا الترانزميتر، صور هنا الترانزميتر، هذا هنا الاسم ارسلنا مخلد زهير حسون، بس خلينا كاونتر بصوره مستمره، لذلك انا جاي يرسل بصوره مستمره ويستلم بصوره مستمره. طبعا هنا عندنا هاي الدائره مال الاستلام مال الريسيفر، هنا الدائره مال الارسال ترانزميتر، ربطناها هنا بالمختبر ودزينا اشاره واستلمناها، وان شاء الله سراح نطبقها على الجامعه على بعد 3 كيلومتر، نبدا من 500 متر و1000 متر الى 3 كيلومتر.